يحفظها يا رب. عرفته بقى كان لازم نحيي ليه صديق الجمال، والنهارده نصمم رغم محاولات اعتذاره ليا انه قلت له مستحيل ما تبقاش في اول استوديو تحليلي، وانت من الناس اللي بنوا معايا حصاد دوري الممتاز ده، مستحيل اول حلقه ما تكونش معايا. فالحمد لله ان احنا قدرنا نخرجه من الحاله دي، وان شاء الله هيكون افضل باذن الله تعالى. استاذ خالد، الاسبوع الاول، قبل ما نروح للاسبوع الاول ونتائج الاسبوع الاول والمجموعه الاولى، قول لنا عايزين نسمع منك دوري الممتاز ده السنة دي كيف يراه رئيس لجنة مسابقات القسم السنة؟ أولا أنا بشكرك جدا على اللي قلته كله، لكن يمكن أنت عشت، وأنا الحقيقة على الهواء بقول يمكن عشت معاناة القسم الأول دوت، وكنت من أوائل البرامج اللي عملتها للقسم الأول وعرفت الناس، وكان ليك سبق في الكلام ده. اللي بعد كده إلى أن وصلنا السنة اللي فاتت أو اتذاعت مباريات القسم الأول، وده كان جهد كبير لحضرتك. القسم الاول لو تفتكر احنا بدانا وزميلنا ايهاب الكومي، وزميلنا طبعا ايهاب الكومي ده عامل شغل محترم، دكتور ايهاب الكومي. لو تفتكر حضرتك احنا بدانا سنه 2011 12 كنا 91 فرقه وست مجموعات، وكانت معاناه وكان عندنا مشاكل في، ولما توقف الدوري احنا كملنا، وكان عندنا مشاكل الحقيقه. انا بحيي مجلس اداره الاتحاد استاذ السابق استاذ جمال علام، ومجلس الاداره الحالي مهندس هاني بوريده، وكل الزملاء اللي موجودين، الاستاذ احمد شاكر، الاستاذ احمد مجاهد بالذات دي حقيقة، لان عامل جهد كبير معانا. احنا بدانا ب 91 فرقه وست مجموعات، والحقيقه ايهاب لهيطه، وايهاب لهيطه طبعا مهندس ايهاب هو من الاساس. بص انا بختلف مع الاثنين دلوقتي، ايهاب واحمد مجاهد، ولكن ايهاب لهيطه لابد ان نشكره على ما قدمه لدور المنتسبه، واحمد مجاهد نثني على كل ما يقدمه لدور المنتسبه. اكيد طبعا دي حقيقه. وامنيا طبعا اللي هو ثروت سويلم عامل جهد كبير. حضرتك لو تفتكر كانش فيه بورسعيد، كانش فيه بعض الملاعب مش قادرين نلعب عليها، بدأنا 91 فرقة، وكان فيه بلان كامل معمول عشان نوصل لدوري المجموعة واحدة اللي هو يتم السنة الجاية. فاحنا عمالين كل سنة بقى لو تفتكر عمالة تتقلص. السنة دي احنا عندنا 42 فرقة، ثلاث مجموعات، كل مجموعة 14 فرقة، السنة اللي فاتت كان أعلى، بقينا 42. السنة دي هنوصل إن شاء الله، دي آخر سنة لدوري الثلاث مجموعات. هينزل او مش هنقول هينزل، هتبقى ست فرق. بس انا عايز اقف هنا يا استاذ خالد، اتفضل. هل انتوا ستستحدثوا دوري المحترفين وتلغوا ولا هيبقى اسمه الممتاز ده بس مجموعه واحده؟ ايا كان المسمى، لكن هو هيبقى دوري محترفين خلاص. انت هتوصل حضرتك يا استاذ ناصر ست فرق هيقعدوا، باعتبار ان في فرقه هتطلع وفرقه هتنزل من القسم الاول مكانها، فهيبقوا سبع فرق، ست قاعدين وزاد اللي نازل، ادي سبعه في ثلاث في مجموعات، يبقى عند حضرتك 21 فرقه. هيصعد من القسم الثالث ثلاث فرق، يبقى 24. هنلعب السنه الجايه اذا اذن ربنا 24 فرقه دوري مجموعه واحده. السنه اللي بعدها ده بلان كامل معمول، هينزل خمسه ويطلع ثلاثه، هنوصل ل 22 فرقه. السنه اللي بعدها ان شاء الله هينزل خمسه ويطلع ثلاثه، نوصل ل 20 فرقه، و20 فرقه يقعدوا بقى، يبقى الدوري القسم الثاني او دوري المحترفين ب هيبقى 20 فرقه. هل مستهدفين فيما بعد 18 16؟ لا، هو لغايه دلوقتي البلان 20 فرقه. 20 فرقه اللي عندك حضرتك هيبقى مساحه كويسه. صح. احنا ما عندناش ارتباطات المنتخب الوطني، وبالتالي هيبقى الدوري بتاعنا مستمر. هو عندك هيبقى توقفات بس كاس مصر، ما عندناش توقفات اخرى، وبالتالي هيبقى في مساحه انك تقدر تلعب الدوري وتنهيه بشكل محترم، يتذاع بشكل محترم، يبقى ليه مواعيد مختلفه صباحا يعني ظهرا ومساء، ينسق مع القسم الاول، وبالتالي هنوصل بعد ثلاث مواسم ل 20 فرقه، وده هيبقى شيء جيد جدا. بعد ما كنت واصل ل 91 فرقه هيبقى عندك انتظام في ملاعب، في جو